السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم. سعدت بلقائكم مجددا. اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم وصفة ممتازة رائعة جدا جدا. هي وصفة لتكثيف الشعر وأيضا ملء الفراغات وعلاج الصلع الغير وراثي. وأيضا في آخر الفيديو سنقوم بعمل وصفة ستعمل لنا على ترطيب الشعر وعلاج التقصف وكذلك علاج التلف. وصفة ستنعم الشعر الخشن وبمكونات طبيعية متوفرة في كل بيت. إذن أول شيء قبل ما نمر للتعرف على المكونات وأيضا طريقة عمل الوصفة، أتمنى منكم حبيباتي الاشتراك في القناة إذا كنتم لم تشتركوا بعد. أيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد، ولكم مني دائما جزيل الشكر. إذن كأول مكون ممتاز جدا وغني عن التعريف ألا وهو الزنجبيل. سنستخدم هنا الزنجبيل الطري لأنه له فوائد رائعة، يعمل على تنشيط بصيلات الشعر وأيضا يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يجعل البصيلات تتغذى من الدم. وأيضا به مكونات وعناصر مغذية تعمل على تطويل الشعر وأيضا تكثيفه وملء الفراغات. هذا المكون رائع وغني عن التعريف لمن يعاني من التساقط ولمن يعاني من الصلع الغير وراثي. بالنسبة لطريقة عمل الوصفة فهي سهلة جدا. سنأخذ كمية هنا من الزنجبيل الطري. هنا إذا كنتم لا تتوفرون على الزنجبيل الطري ممكن أخذ أو استخدام حتى الزنجبيل المطحون أو مطحون الزنجبيل، فهو أيضا ممكن أن تستعملوه في هذه الوصفة إذا كنتم لا تتوفرون على زنجبيل يعني يكون طازج. سأقوم هكذا بتقطيعه وأقوم بتقشيره، سأزيل قشور الزنجبيل. بعدها سوف نأخذ مبشرة، سنأخذ صحن وسأضع هنا مبشرة لأنني سأقوم ببشر الزنجبيل، ولكن بطبيعة الحال بعد تنقيته جيدا وإزالة قشور القشر الخارجي للزنجبيل. بعدها سأقوم ببشره في مبشرة تكون ناعمة حتى نستخرج يعني عصير الزنجبيل المبشور. بطبيعة الحال سنأخذه ونقوم بتصفيته في مبشرة تكون نقوم بتصفيته في مصفاة عفوا. إذن هكذا بعدما قمنا بإزالة القشر الخارجي سنقوم الآن ببشره، يعني الطريقة بسيطة جدا. ثم سنحتاج كذلك إلى مكون آخر وهو قوي وغني عن التعريف. أول خطوة نقوم ببشر الزنجبيل هكذا. إذن هنا بعدما قمنا ببشر الزنجبيل سوف نأخذ إناء بهذا الشكل، ثم سنأخذ بطبيعة الحال مصفاة وسنضع مبشور الزنجبيل الذي سنقوم باستخراج هنا عصير الزنجبيل. إذن بعدما وضعناها في مصفاة هكذا سنقوم باستخراج عصير أو ماء الزنجبيل لأننا سنستخدمه في هذه الوصفة. كما قلت لكم هو مكون ممتاز يعطي تكثيف للشعر، معالج للفراغات ويملأ يعني الشعر في الأماكن الفارغة. ركزوا دائما على الأماكن الفارغة. نقوم هكذا بالعصر جيدا، نستمر هكذا إلى غاية ما نستخرج العصير أو ماء الزنجبيل. بالنسبة هنا لما تبقى لديكم من الزنجبيل لا يمكنكم رميه، خذوه وضعوه في سواء مقدار كوب صغير من زيت الزيتون واحتفظوا به مدة أسبوع، ثم استخدموه لدهن الشعر كماسك للشعر قبل غسل الشعر بطبيعة الحال، لأن حتى هذه الطريقة سوف تعالج لكم الصلع وتكثف الشعر. إذن هنا بعدما قمنا باستخراج عصير
هنا الزنجبيل الطري كما قلت لكم، ممكن حتى أن تستخدموا الزنجبيل الذي يكون على شكل بودرة. الآن سنتعرف على المكون الثاني. كثاني مكون هنا سنحتاج إلى البصل. البصل مكون رائع ممتاز لتكثيف الشعر، علاج الفرق كذلك، بالإضافة إلى أنه يوقف تساقط الشعر لأنه غني بالكبريت، والكبريت يسمى بمعدن الجمال، فهو رائع لتكثيف الشعر. سنأخذ كمية من البصل بطبيعة الحال بعد تقشيره وتقطيعه. خذوا دائما الكمية التي سوف تكفيكم للشعر، دائما الكمية تختلف على حسب طول وكثافة شعر كل شخص. سأقوم الآن ببشر هذه الكمية من البصل حتى نتحصل على مبشور البصل. الطريقة هي سهلة جدا، أيضا نفس الطريقة بعد استخدام أو بعد ما قمنا ببشر البصل، سوف نأخذ هنا مبشور البصل، سنقوم بطبيعة الحال بتصفيته. هكذا نقوم بتصفية مبشور البصل حتى نستخرج عصير أو ماء البصل لأنه رائع جدا. يعني نفس الطريقة، نضغط جيدا إلى غاية ما نستخرج كل عصير البصل، مفيد جدا حتى لوحده فهو يعطي تكثيف، وأيضا يعمل على علاج حتى البكتيريا التي تكون على فروة الرأس. البصل معالج كذلك للقشرة حتى أنه يحفز من إنتاج صبغة الميلانين الخاصة بالشعر، يعني مزيل للشيب ومشاكل الشعر. إذن كما تلاحظون الآن أصبحت لدينا يعني الوصفة جاهزة، لدينا هنا ماء الزنجبيل الطري وكذلك عصير البصل. كما قلت إذا كنتم لا تتوفرون على زنجبيل طري، خذوا مسحوق الزنجبيل وأضيفوه إلى عصير البصل ثم قوموا بتحريكه، بعدها قوموا بتطبيق الوصفة. أنا هنا لدي عصير البصل، سأضيفه بطبيعة الحال إلى ماء الزنجبيل وأقوم بتحريك المكونات مع بعض جيدا هكذا حتى تتمازج لنا الوصفة. بالنسبة لطريقة الوصفة سهلة جدا جدا، يعني سنأخذ قطنة نقوم بتبليلها هكذا بهذه الطريقة، ثم نأتي إلى فروة الرأس مثلا هكذا ونبقى نركز جيدا حتى نغمر كامل فروة الرأس بهذا الشكل. ومن الأحسن بعد ملء وغمر كامل الفروة جيدا، سوف تحسون أن يعني بوخز عند استعمالكم لهذه الوصفة، لأن استعملنا فيها ماء البصل وكذلك عصير الزنجبيل، فهو قد يعمل بعض الوخز ولكن ليست هناك مشكلة، بالعكس فهذا قد يجعل الفروة أو يجعل فروة الرأس يعني الدورة الدموية قد يقوم بتنشيطها. لذلك بعد تطبيقكم لهذه الوصفة وفردها على كامل الفروة، قوموا بعمل حركات هكذا دائرية كأننا نقوم بعمل مساج للفروة جيدا حتى تتغلغل لنا الوصفة داخل أعماق البصيلات وتتشربها المسامات. فبهذه الطريقة بعملية المساج إن شاء الله ستعطينا هذه الطريقة نتائج جيدة، وحتى أن البصيلات سوف تتشرب لكم هذه الوصفة. يمكنكم أيضا تطبيقها فقط على الفروة، كما يمكنكم تطبيقها على كامل الشعر إذا كان لديكم يعني شيب أو الشعر الأبيض، لأن البصل يعالج الشعر الأبيض في الرأس ويقضي عليه بشكل رائع. بالنسبة لهذه الوصفة حبيباتي استعملوها على الأقل مرتين في الأسبوع لأنها تعطي نتائج جد جيدة وفعالة. المكونات غنية عن التعريف، يعني هي بنفسها قوية جدا وتعطي نتائج أكثر من رائعة. هذه الوصفة هي وصفة هندية ممتازة، لذلك أنا أقوم بها
كل مرتين يعني في الأسبوع، وهي أعطتني نتائج رائعة، تكثيف وملء الفراغات. ركزوا جيدا على أماكن الصلع والفراغات، سواء مقدمة الرأس لأنها هي التي تتعرض بشكل كبير إلى يعني ظهور الصلع. الوصفة ممتازة، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. طبعا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء، وإلى اللقاء.